كانوا كيسخروني الدار حق الله العظيم. فلوس اللي كانوا كيعطيوها ليا مشات، كنهبط ناخذ بياسات كنطلعهم لهم. انت راك اش كندبحهم؟ هذا كان كيدبحهم، هذا صاحبي هو من الطفوله هذا دبح. انا الوالد من الصغر كان كيجيب شي حمامه كنت كندبح عليه. كيجي كيلقى مدبوحه كتركل كيقول لي يا ولدي هذه راه جبتها باش تربيها، كنصدق دابح هو واكل عليه. 45 سنة وأنا كان وأنا كنربي الحمام الجازيل كاع، وتربية الحمام هواية، والهواية تختلف حسب الأفراد حسب وحنا لحنا الله في هذه الهواية وكناكلوا من الرزق ديالنا. عمري 60 عام 40 عام ما عمري خرجت من السوق، والحمد لله الامور راه غاده مزيان. ملي كتكون الوقت ناقصه راه كنمشيو معاه ناقصه، واللي كتكون الوقت مزيان راه كنمشيو معاه. نمشيو على حساب الظروف ديال البلد، على حساب الميزانيه. هذه هي الحرفه ديالنا، كنبيعوا الحمام، نبيعوا قنيات، دجاج، جميع الانواع الحيوانات كما كان النوع ديالها. وكاين عندنا هنا دابا انت كتشوف الدجاج سيراما، كاين جوي مفرخه، كاين سيدي شانشيلا، كاين كاليفورنيا، كاين بلديه، كاين الفواياجور، وكاين عندنا بيروش وجميع الانواع ديال الطيور. تقريبا جميع انواع الحمام العالمية موجودة في المغرب، نسال، كاري، الكينغ، ستراسير، الكوشوا، توت لي هوت فولوم، وكاين وداكشي باثمنة تختلف على حسبية النوع. والحمام اللي كيكون قليل ما موجودش بواحد الكثرة كيكون ساوي الثمن في السوق. كاين حمامة ما بين من 10 دراهم حتى ل 100 درهم، وكاين الدجاج من 50 درهم حتى ل 200 درهم، كاين قنية من 200 درهم، وكاين ديال 50 درهم 60 درهم بلدية، وكاين ديال المترو كدير من 4000 6000 حتى ل 12000 الجوجة. الثمن ديال البيبي، كاين البيبي اللي واصل 3600، القوري واصل 80 درهم 90 درهم، البيبية واصلة من 80 درهم حتى هي 100 درهم، الدجاجة 40 درهم 45 درهم، الفروج من 100 درهم حتى 60 درهم. خويا الحمام ما بقاش كيف ما كان، الحمام خويا كنا كناخذوا بياسات ديال الفري كنا كناخذوا 80 درهم 100 درهم 120 درهم، دابا خويا كلشي طاح، وليتي كتجيب بياسه لاعبه ضربه الطريق تاخذها ب 400 ريال. عنده خويا 3 سنين الثمن ديالو 4000 درهم. لا هذا خاسر فيه بالثمن حيت لاج كبير عاوتاني، فهمتي؟ الا زيدتي تحسب الميزانيه ديال الماكله راه طلع لك ثمن غالي. كناخذ ليه كروكيط، تاخذ ليه رويال كانا ب 800 درهم اضرب معاه شهر. عاد لو بغيتي طيب ليه شي حاجه، تقدر طيب ليه شي حاجه دجاج ولا كفته ولا شي حاجه، هذيك الساعه تقام عليك غلا. سوق عيان هذا مع كورونا، سوق عيان دابا واحد 6 شهور ولا 5 شهور سوق عيان. هذا كتشوف ويا انا دابا الوحده هذه ولا هذه جيب 100 حبه بعد شي 20 حبه و 80 غنردها. هي بحال الهوايه، مره يجيب الله ومره ما يجيبش الله، اللهم لك الحمد، حامدين بها الله، هذا هو اللي كاين. حنا كنبيعوا كناكلوا منه، اما اللي كيربيه راه ما زعما كيربحوا منه، كاين الاكل كاين الامراض، خاص لي تريتمون على الامراض، خاص نوعيه الاكل تكون جيده، الشجنه او الخامه باللغه العربيه تكون مستوى ديال النظافه، مستوى لارياسيون، تهوئه، بزاف الاشياء.